إلى جانب طيبة أهلها وروحهم المريحة، يتميز المختصون في تحضير الحلويات بمهارة تصنيع عدة أنواع من الحلويات، ومنها الشعيبيات أو المعروفة بالفطائر، وهي عبارة عن رقائق من العجين التي تحشى إما بالقشطة أو الجوز والسكر. متميز فيها كثير مدينة حمص هي الفطير الجوز. نحن بنسميه بعض المحافظات الثانية سوريا بيسموها شعيبية بطريقة مختلفة. نحن الحمد لله تميزنا بحمص في الفطير الجوز بطريقة عملها، بطريقة نفخها، بطريقة الحشوة تبعتها. هذا الشيء ميزنا عن بقية المحافظات، إن كان مدينة حما أو بقية المحافظات الثانية اللي بيشتغلوها بطرق ثانية، خلانا نحن نتميز بهذا الشيء. هاي يمكن سر من أسرار الحماصة، خلينا نحكي بطريقة عملنا، طريقة الشغل فيها، هذا ميزنا. وفضل الله يعني ما في حدا بيجي على مدينة حمص إلا ما بيكون بياخد شيء معه من حلاوة الجبن أو الفطير بجوز اللي نحن بنتميز فيها بشكل كبير. هي إحدى الحلويات المعروفة بمذاقها الشهي، وتصنع في حمص على شكل مثلثات وتوضع في صدر نحاسي، ثم تشوى في الفرن على نار هادئة ويسكب عليها القطر المغلي. هلا تسمى مساحة تريح بالبرادة تاني نهار، مثلا من عبيها بشكل مثلثات. كمان تتميز يعني نحن نتميز فيها بشكل مثلثات فطير كبير. هي كتير صعب لأنه على مدى يومين وأربع مراحل أو خمس مراحل، بس هذا الشيء بالنتيجة بيعطينا جودة، بيعطينا طيبة، بيميزنا بلقمة طيبة. من أحد معامل الحلويات في حمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية.